في دعوة من الحكومة الفرنسية، توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور جلسة افتتاح مؤتمر التغيرات المناخية التابع للأمم المتحدة الذي يستمر 12 يوما، وستنطلق المحادثات يوم الأحد القادم. وبعد حضوره المؤتمر سيقوم الرئيس شي بزيارة دولة لكلا زيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث سيترأس ممتدة التعاون بين الصين وأفريقيا في جوهانسبروك. عقدت وزارة الخارجية الصينية مؤتمرا صحفيا صباح يوم الأربعاء، ووفقا للتقارير فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيسافر إلى فرنسا لحضور حفل افتتاح مؤتمر تغير المناخ، وذلك بدءا بالتاسع والعشرين إلى 30 من نوفمبر. وبعد ذلك سيقوم الرئيس الصيني بزيارة دولة لزيمبابوي من الأول إلى الثاني من ديسمبر، كما سيقوم بزيارة دولة لجنوب أفريقيا من الثاني إلى الخامس من ديسمبر، وسيسافر إلى جوهانسبروك لترأس قمة ممتدى التعاون بين الصين وأفريقيا. من المتوقع أن يتوصل مؤتمر تغير المناخ إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال الدولي لمعالجة أزمة تغير المناخ بعد عام 2020. وسيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا في حفل الافتتاح لشرح المقترحات ووجهات النظر الصينية حول إدارة المناخ العالمي. كما سيلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس الأمريكي باراك أوباما وبعض الزعماء الآخرين. يدل حضور الرئيس الصيني حفل الافتتاح في باريس على أن الصين تولي اهتماما كبيرا بتغير المناخ وتقدم دعما قويا إلى الدولة المضيفة فرنسا. كما يتطلع الجانب الصيني لحصول مؤتمر تغير المناخ في باريس على نتائج شاملة والمتوازنة. تأتي زيارة الرئيس الشي لإفريقيا لتكون على أعلى المستويات وأوسع نطاق في السنوات الأخيرة. وخلال زيارته لزيمبابوي وجنوب إفريقيا ستوقع الصين اتفاقيات للتعاون في مجال بناء البنى التحتية والتجارة والمالية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية الحياة البرية وغيرها من المجالات. فيما سيلقي الرئيس شي خطابا رئيسيا في حفل افتتاح قمة التعاون بين الصين وأفريقيا. وفي غضون ذلك تنظم الصين وأفريقيا مؤتمر رجال الأعمال ومعرض معدات التصنيع بين الصين وأفريقيا، حيث سيتم في هذا المعرض تقديم المعدات الضخمة بين الصين وأفريقيا. كما سيتم لأول مرة عرض معدات عالية الجودة في أفريقيا. عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم استقبال في قاعة شعب الكبرى ببكين بعد ظهر يوم الأربعاء، ترحيبا برئيس البولندي أندري دودا الذي يقوم بزيارة دولة للصين. وبعد مراسم استقبال عقد الرئيس شي محادثات مع الرئيس البولندي دودا، ووافق رئيسان على السعي إلى تحسين مستوى تنمية الشراكة الاستراتيجية الصينية البولندية، وإضافة زخم جديد للتعاون بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية. عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم الاستقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين بعد ظهر يوم الأربعاء، ترحيبا بالرئيس البولندي أندري دودا الذي يقوم بزيارة دولة للصين. وبعد مراسم الاستقبال عقد الرئيس الصيني المحادثات مع الرئيس البولندي دودا. وأشار الرئيس شي إلى أنه منذ بناء علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عام 2011 حصل التعاون العملي الثنائي في مختلف المجالات على تقدم جديد بشكل متواصل، ويتوجب على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاستمرار في الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز الاتصالات والتنسيق في الشؤون الدولية. كما يتعين على الجانبين تدعيم الأساس العملي للتعاون وتسريع الدمج بين استراتيجية التنمية البولندية مع مبادرة الحزام والطريق. كما يأمل الرئيس شي في أن يلعب الجانب البولندي دورا إيجابيا في الاتحاد الأوروبي وأن يدفع بعلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في أوروبا الوسطى إلى الأمام. فيما قال دودا إن الصين عضو هام في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات التقليدية بين بولندا والصين يتوافق مع مصالح الجانب البولندي. ووافق الجانب البولندي على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى والتعاون في التجارة والتمدن وغيرها من المجالات الأخرى. كما يرغب الجانب البولندي في لعب دور مهم في بناء الحزام والطريق والمشاركة في إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنشاط. وعقب المحادثات شهد الرئيسان توقيع وثائق التعاون الثنائي في مجالات السياحة والمالية والتجارة وقدرات الإنتاج.
يجتمع رئيس مجلس دولة سويني لي كوتشانغ مع قادة 16 دولة من أوروبا الشرقية والوسطى في مدينة سوجو شرقي سوين، ويركز الاجتماع الذي سيستمر يومين على إجراءات ومجالات جديدة لتعزيز التعاون تخطي التواصل والترابط والاستثمار والتجارة والمالية والزراعة والتبادلات الشعبية. ضيوف من 16 دولة في أوروبا الشرقية والوسطى يحضرون اجتماعا يهدف إلى مساعدة الصين على تعميق علاقاتها مع الإقليم كله. وقد أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن اهتمامه بالقضايا الأمنية في أوروبا داعيا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. تواجه الصين وجميع دول أوروبا الشرقية والوسطى تهديدات، ومن الواضح جدا أننا نعارض أي شكل من أشكال الإرهاب، فالصين في حد ذاتها ضحية للإرهاب. إن الصين تبقى مستعدة لاحترام التوافق السياسي وتعزيز التعاون المعني مع دول أوروبا الشرقية والوسطى. التعامل مع انكماش الاقتصاد العالمي هو أيضا موضوع على أجندة الأعمال، حيث أشار لي إلى أن بناء البنية التحتية من شأنه أن يساعد على التحفيز على الاستهلاك، مؤكدا على ثقته بأن الصين قادرة على مساعدة الدول الأخرى. خاصة في بناء الموانئ، تتميز الصين بقدرة وتجارب وافرة في تصنيع الأجهزة والتصميم، ونحن نرغب في المشاركة في مشاريع بناء الموانئ في الدول المعنية. إن الصين تعمل على دفع هذه المبادرة لتحديد التعاون والبناء في المشاريع الصناعية ذات الصلة. خلال الاجتماع تم أيضا طرح اقتراح بناء شركة مالية متعددة الأطراف في دول أوروبا الشرقية والوسطى لتمويل المشاريع المالية الرئيسية في المنطقة، وقد وصف الخبراء هذا المشروع بخطوة كبيرة لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين جميع الدول. ألقى رئيس مجلس دولة سويني لي كوتشانغ كلمة في مراسم الافتتاح لدورة الخامسة من منتدى التجارة والاقتصاد بين سويني وأوروبا الوسطى والشرقية المنعقدة في مقاطعة جيانسو بشرق السوين. طرح لي كوتشانغ في كلمته أربعة اقتراحات لتعزيز التعاون الشامل بين 17 دولة مشاركة، وأول هذه الاقتراحات هو أنه من الضروري أن تعزز الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية التعاون في البنية التحتية للنقل لدفع ترابط المشاريع، ووقعت الصين الاتفاقيات المنفردة مع هنغاريا وصربيا على بناء السكك الحديدية وترميمها والتي تربط بين عاصمتي هنغاريا وصربيا. ثانيا، إن كلا الجانبين يتطلع إلى تعاون القدرة، ونصح بربط المنتجات الصينية عالية الجودة بمتطلبات التنمية لدول وسط وشرق أوروبا وتكنولوجيا غرب أوروبا لدفع التعاون المستقبلي بين الجانبين. ثالثا، من المتوقع أن يتم التركيز الجديد للتجارة بين الصين وأوروبا الوسطى والشرقية على الزراعة، وستزيد الصين الواردات من المنتجات الزراعية المنافسة من دول أوروبا الوسطى والشرقية وتعمل على تعزيز التعاون في الحجر الصحي معها. رابعا، إن الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية ستستكشف الفرص لبدء خط ائتمان خاص بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي وصندوق استثمار بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وأضاف لي أيضا أن إنشاء صندوق لليوان الصيني لدعم التعاون بين 16+1 محتمل، وشجع التعاون في المقايضة بالعملات والاحتساب بالعملة المحلية والنظام المالي. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني أن الصين وأوروبا الوسطى والشرقية ستناقش إمكانية إنشاء شركة مالية. يلتقى رئيس مجلس دولة سويني لي كوتشانغ رئيس الوزراء الليتواني ورئيس الوزراء الهنغاري يوم الأربعاء في مدينة سوجو بشرق الصين. قال لي كوتشانغ خلال لقائه مع رئيس الوزراء الليتواني إن نتائج التعاون بين الصين وليتوانيا مثمرة، وهو يأمل من الجانبين اغتنام هذه الفرصة لتوسيع التعاون والتبادلات من أجل دفع الصداقة بين الجانبين قدما إلى مستوى جديد. وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري قال لي كوتشانغ إن الصين وهنغاريا تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة، وإن العلاقات الثنائية تدخل المرحلة الأفضل في تاريخها، حيث يوجد تعاون عملي في مجالات واسعة منها مجال بناء البنية التحتية والمالية والزراعة والسياحة، وإن الصين مستعدة للتمسك بمبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في المعاملة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة والتحام الاستراتيجيات التنموية وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة في التجارة والاستثمار وتعزيز التبادلات الثقافية ورفع العلاقات بين الصين وهنغاريا إلى مستوى جديد.
يلتقى رئيس مجلس دولة الصين لي كوتيام صباح يوم الثلاثاء في مدينة سوجو بنظيريه الإستوني والسلفوني تافي روفيفاس وميرو سيرار اللذين وصلا إلى الصين لحضور الاجتماع الرابع لقادة الصين ودول أوروبا الشرقية والوسطى. خلال لقائه مع روفيفاس قال لي إن إستونيا شريك مهم للصين في منطقة بحر البلطيق، وترغب الصين في تعزيز التعاون مع إستونيا في مختلف المجالات على أساس الاحترام والمنافع المتبادلين، آملة من إستونيا أن تعمل على تفعيل أفضلياتها الذاتية للمشاركة في بناء القطارات الناقلة للبضائع في دول أوروبا الشرقية والوسطى، مما يدفع التواصل والترابط بين الجانبين ويسهل الخدمات اللوجستية. ومن جانبه قال روفيفاس إن تطوير العلاقات الإستونية الصينية مهم للغاية، وترحب البلاد بالاستثمار الصيني وترغب في تفعيل الأفضلية الجغرافية لتصبح همزة وصل وترابط هامة بين الصين ودول أوروبا الشرقية والوسطى. وخلال لقائه مع سيرار ذكر لي أن التنمية الاقتصادية بين الصين وسلوفينيا لها آفاق تعاونية واسعة، وترغب الصين في المشاركة في بناء البنية التحتية السلوفينية وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وتدعم الصين مشاركة المؤسسات الصينية في عمليات الخصخصة لبعض المؤسسات الحكومية السلوفينية. ومن جانبه قال سيرار إن سلوفينيا ترغب في الاستجابة لمبادرة الصين لبناء الحزام الاقتصادي وطريق الحرير البحري وتعزيز التعاون في تواصل وترابط، وترحب بمشاركة الشركات الصينية في المشاريع التعاونية، وستعمل على تعزيز التعاون في القطاع السياحي وتبادل التجارب حول استضافة بكين للأولمبياد الشتوية عام 2022. على خلفية عقد القمة الرابعة للصين ودول وسط وشرق أوروبا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في مدينة سوجو بشرق الصين، أشار بعض الخبراء المتخصصين في شؤون العلاقات الصينية الأوروبية إلى أن تعزيز التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا سيدخل طاقة قوية لتطوير العلاقات بين الصين وأوروبا أيضا. أشار بعض الخبراء إلى أن الجذور التاريخية بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا راسخة وعلاقتهما السياسية وثيقة، وأضاف أن التبادلات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها بين الجانبين توسعت منذ انطلاق آلية التعاون رسميا في عام 2011، كما تم إيجاد نموذج للتعاون الاقتصادي الإقليمي الفرعي الجديد الذي يحمل اسم 16+1، والذي يسعى لتعزيز التعاون الثنائي والتنمية المشتركة المتعددة الأطراف. الجدير بالذكر أن هذه القمة عقدت في الوقت الذي تطبق فيه مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الصين، وتنفذ فيه الشراكات الأربع للصين والاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في السلام والنمو والإصلاح والحضارة. وفي ظل هذه الأوضاع فإن كيفية طرح الصين خططا محددة بصفتها مضيفة للقمة لتطوير العلاقات طويلة الأمد بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا تستحق الاهتمام. تقع دول وسط وشرق أوروبا في موقع مهم بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، لذا سيكون هناك اهتمام في هذه القمة بكيفية ارتباط التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا مع مبادرة الحزام والطريق وتنسيقه استنادا إلى احتياجات وتطلعات الجانبين. وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك اهتمام أيضا بكيفية ارتباط التعاون بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا مع التعاون الصيني الأوروبي في بناء الشراكات الأربع بشكل أوثق، وذلك يتطلب مطابقة خصائص المنطقة والأخذ بعين الاعتبار التنمية المتكاملة للعلاقات الصينية الأوروبية في نفس الوقت. بدأت المحكمة تحكيم يوم الثلاثاء في مسائل موضوعية لقضية بحر الصين الجنوبي ردا على طلب الفلبين الانفرادي، بينما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوم لي يوم الأربعاء أن بكين لن تقبل وتشارك في تحكيم، وتعارض إساءة استخدام مانيلا إجراءات رفع دعوى ودفع عمليات التحكيم.
قال هونغ لي إن موقف الصين واضح وثابت وأنها شرحت مرارا عدم اختصاص المحكمة، كما أنها لن تقبل وتشارك في التحكيم بعد طلب الفلبين الانفرادي. إن طلب الفلبين الانفرادي لدفع تحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي استفزاز سياسي بغير قانوني، وفي الواقع تلك ليست محاولة لحل النزاع، بل محاولة لنفي سيادة الصين الإقليمية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي. كما أشار هونغ أن الفلبين تجنبت البيان الحصري الذي أصدرته الصين عام 2006 بموجب المادة 298 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونفت الآراء التي توصلت الصين والفلبين إليها بعد المفاوضات والمشاورات لتسوية النزاعات، وانتهكت حقوق الصين الشرعية باعتبارها دولة ذات سيادة وطرف في الاتفاقية الدولية بطريقة إساءة استخدام إجراءات رفع الدعوى ودفع عمليات التحكيم. لن تقبل الصين بأي برنامج يفرض عليها في السيادة الإقليمية والمصالح البحرية، ولن تقبل حلول لجوء الانفرادي إلى طرف ثالث لتسوية النزاعات، ولن يكون لطالب الفلبين أي فعالية لنفي سيادة الصين الإقليمية ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي بطريقة تحكيم. بعد زيارة مودية لكوبا، وصل الأسطول 152 البحر الصيني إلى ميناء أكابولكو بالمكسيك في 24 من نوفمبر بتوقيت المحلي، وبدأ بزيارة مودية للمكسيك لمدة 5 أيام، وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها أسطول البحرية الصينية بزيارة إلى المكسيك. وصل أسطول 152 البحري الصيني إلى ميناء أكابولوكو في الساعة 12:50 ظهرا يوم 24 من الشهر الجاري، وكان في استقباله أكثر من 500 شخص من البحرية المكسيكية والممثلين الصينيين في الميناء. يسرني جدا أن أكون قادرا على الترحيب بزيارة أسطول 152 بحري صيني في ميناء الجميل، وآمل في أن تتمكن هذه الزيارة من تعميق العلاقات الثنائية ودفع تعاون ودي بين البلدين. جاء أسطولنا إلى هنا للقيام بزيارة ودية للمكسيك، وأعتقد أنها ستدفع التفاهم والدعم المتبادل بين شعبي وجيشي البلدين وتعزيز التبادلات الثنائية الودية بين الجانبين، وسوف يصعد التعاون والصداقة بين بحريتي البلدين إلى ذروة جديدة. خلال الزيارة سوف تجري البحرية الصينية والمكسيكية زيارة للسفن البحرية والمعدات الحربية الخاصة بشكل وأيضا مباراة ودية لكرة القدم وغيرها من الأنشطة الأخرى، وكما سيزور ضباط الأسطول البحري الصيني مدرسة ابتدائية محلية للقيام بأنشطة التهنئة. تقول روسيا إن أحد الطيارين على متن طائرة الحربية المتحطمة تم إنقاذه من قبل الجيش السوري، ويقول وزير الدفاع الروسي سيركي شويخو إن حالة الطيار آمنة وسليمة وهو في قاعدة جوية روسية الآن، وكان الطياران قد قفز من الطائرة، غير أن الطيار الثاني قتل بنيران أرضية من قوات المعارضة السورية عندما نزل بمظلته في سوريا. وقالت الحكومة الروسية إن روسيا أطلقت عملية إنقاذ بمروحيتين من طراز Mi-8، لكن إحداهما تحطمت بسبب نيران أرضية مما أدى إلى مقتل أحد المشاة البحرية، وتم إجلاء باقي أفراد فريق الإنقاذ بأمان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثات عقدها مع العاهل الأردني الملك عبد الثاني في مدينة سوجو يوم الثلاثاء أن صاروخا أطلقته طائرة تركية أسقط طائرة حربية روسية من طراز سوخوي 24، قائلا إن الحادث يمثل طعنة في ظهر روسيا التي لم تسمح بمثل هذه الأعمال الإجرامية، مضيفا أن الحادث سيترك تأثيرا سلبيا على العلاقات الروسية التركية. إن حصار اليوم بالنسبة لنا طعنة في ظهر من شركاء الإرهابيين، ولا يمكنني التعليق على هذا الأمر بأي طريقة أخرى، فقد أسقطت طائراتنا بواسطة صاروخ جو أطلقته طائرة تركية من طراز F-16 فوق الأراضي السورية، وقد سقطت على أراضي سورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود التركية.
قال بوتين إن الطائرة الحربية الروسية كانت تقوم بعملية ضد الإرهابيين في المناطق الجبلية شمال مدينة اللاذقية السورية ولم تشكل أي تهديد لتركيا، مضيفا أن روسيا ظلت ترى تركيا بلدا صديقا لها، لذا لا تعرف لماذا قامت تركيا بإسقاط الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن الحرب يترك تأثيرا سلبيا على العلاقات الروسية التركية. لكن وسائل الإعلام الروسية نقلت أمس الثلاثاء عن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بوتين لم يتحدث عن إمكانية الرد على هذا الحادث عسكريا. في الوقت نفسه قال بوتين إن روسيا عملت في وقت سابق أن الإرهابيين السوريين نقلوا كميات كبيرة من النفط والمنتجات البترولية إلى تركيا، مما ساعد الإرهابيين على الحصول على الكثير من الأموال. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هومدي يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي على حادث إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية سوخوي. تولي الصين اهتماما بالغا لهذا الحادث، ففي الوقت الحالي هناك ضرورة لتوضيح العديد من المسائل. إن الصين تدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتأمل من كافة الأطراف تعزيز التبادلات والتنسيق. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خطورة الوضع بعد إسقاط طائرة المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية، حيث قال المتحدث باسم المنظمة للصحفيين يوم الثلاثاء إن بان كي مون أعرب عن أمله في أن تتخذ جميع البلدان المشاركة في الحملة الجوية في سوريا خطوات لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل. يحث الأمين العام جميع الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير عاجلة بغية تهدئة التوترات، ويأمل أن يجرى تحقيق موثوق وشامل لهذا الحادث للمساعدة في منع تكراره مستقبلا. يحث الأمين العام جميع من يشاركون في الأنشطة العسكرية بسوريا وخاصة في الحملات الجوية على تحقيق أقصى قدر من التدابير العملية لتفادي وقوع حوادث غير مقصودة، والأهم من ذلك فعل ما يمكن لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين وحمايتهم. زار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاندا الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهذا يعد المرة الأولى التي اجتمع فيها قادة البلدين في البيت الأبيض بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية في باريس. وعد الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك أن البلدين سوف يعززان التعاون ويكثفان الجهود في مكافحة المنظمات المتطرفة. أجرى الرئيس الأمريكي أوباما محادثات مع الرئيس الفرنسي أولاند في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، واستمرت حوالي ساعة واحدة في نفس اليوم. واستكشف الرئيسان تعزيز مكافحة المنظمات المتطرفة، كما شدد على عزم البلدين على مكافحة الإرهاب. وقال أوباما إن المنظمات المتطرفة هي تهديد خطير للجميع، ودعا الناس إلى تدميرها. حتى الآن فقد قامت الولايات المتحدة وشركاؤها بتوجيه ضربات جوية أكثر من 8000 مرة للمنظمات المتطرفة من أجل استعادة جزء من الأراضي المحتلة. وسوف يوقع أوباما تشريعات خلال هذا الأسبوع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم في التموين الجوي والمجال الاستخباراتي لفرنسا. يعتبر هذا الوقت مهما جدا بالنسبة للعالم والولايات المتحدة، وتشكل عمليات المنظمات المتطرفة الوحشية وإيديولوجيتها القوسية تهديدا خطيرا لنا، ولا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذا التصرف، ويجب علينا أن نتضمن للقضاء عليها. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن بلاده ستقوم بمزيد من العمليات العسكرية لضرب المنظمات المتطرفة وقطع إمداداتها المالية وتدمير شبكتها. حاملة طائرات الفرنسية شارل دي قول في المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط الآن، وتتمكن من تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية.
أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى سوريا، غير أنها ستعزز سويا مع الولايات المتحدة الغارات الجوية على أهداف المنظمات المتطرفة في العراق وسوريا للسيطرة على المناطق الهامة التي احتلتها داخل سوريا. وأكد أولاند أيضا على الحاجة لإغلاق الحدود بين تركيا وسوريا لمنع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الفرنسي في البنتاغون، حيث أظهرت وزارة الدفاع الأمريكية أن البلدين يتبادلان المعلومات حول خطة مكافحة المنظمات المتطرفة، وسيواصل البلدان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. إلى هنا تنتهي الأخبار، إلى اللقاء.